وي سيدي دي توالين توكيو سات مازال لا غادي نتكمل ودن تاوي هي كاين يشدن غاس زغن عند تيدي ليبيا لا دغا مازيغ نسن شو اللي حل عندي كلانت ولا مد تسكتني نخدم اكد ماسين فانكال لكن نخدم الاولاد عن يوث تسكيت اكد امستان شكري ثم نغلد يوث تدويت نظن اي لين اكدو مستان نظن يتزيز دغن دي طرابلس تريبولي وكي ماس نا امستان هشام احمدي نتسان ذا عقال تسقاموث امازيغن ليبيا نبغى غادي لي تيكل تان يسقسي نكذ ماس هشام احمدي السنث نتوثلايين نشكو نتسان كي تدينا اسمنيا فكنا دي سهم اوكار اكني وثا اكني وثا نث الصعغف شكون كنزغام دي ليبيا غونسون تعرف إثنين قد في سيزي كم نكوني أنا تفرنسيس نا ثم استعرف ما شيء دغفل نكوني تكو سكون سعيرا أغفل لكن توثلايين ذا شتكين ولكن باش كني هذه فهم اللي حس قصين نغشكو ما شيء أم شكري تمسلم تقبلي هشام يوم حما كم يستنتخ بذا ما نما شكري تمسلم شكري هذه اللي ندعني سقصين استعرف أذي عرض مكانت ديال عرض قبيلي ناث مزيغ ثنسن سينيغ مس هشام أحمدي الزول في لك مستان أحمدي الزول تنميرت أجمع رشيد تنميرت أجمع رشيد أكتن أسأل عليك أسئلة باللغة العربية ولخصها أنا كذلك باللغة القبائلية ونفس الشيء أنت تعيد تجيب على الأسئلة باللغة العربية ولكن تعطينا ملخص ولو يكون وجيز حول ما قلته باللغة اللغة النفوسية أو تمازيغ ليبيا. سؤال الأول محامي هشام أحمدي حبذا لو تعطينا لمحة ولو وجيزة حول ما حدث مؤخرا في زيارة رئيس الحكومة المؤقتة الليبية عبد الحميد دبيبة إلى الزوارة، ما هو الغرض من تلك الزيارة؟ هذا هو السؤال الأول. مزبط الدنيا قبلي ثني غاسي أمستان هشام أحمدي ذا شو إذي سوير تيرزا إخدم أن غلاف مزوارون أعضيل ليبيا ثوالا متيد ذي ثوزكت نيرد نسعد دار كذا ماسين فكال وكير ذا سقسيو ذا شو إذي سوير ستان غوك ووالا مستان هشام تنبير. كان الزيارة الهدف من زيارة رئيس الوزراء لرئيس الحكومة إلى مدينة الزوارة عاصمة الأقليم الأمازيغي في ليبيا كانت من أجل في هذا التوقيت هو للتحشيد أو للحصول على أصوات انتخابية أكثر وعلى ويريد دعم من الأمازيغ في وصوله إلى السلطة أو وصولها إلى الرئاسة، فقام بالزيارة إلى وقام بتوقيع بعد العقود والقرارات الإدارية منها توقيع مشاريع تنموية في الكهرباء ومشاريع متعلقة باللغة بالهوية بطباعة كتب جديدة بإفادة معلمين لتدريس اللغة الأمازيغية وصرف ميزانية مالية في إقليم الأمازيغ في عاصمته في زوارة ودعم لكل المناطق البلديات التي تقع ضمن نطاق المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا وبدعمها، وهذا طبعا هو دعاية انتخابية للحصول على أصوات الأمازيغ. أملغ الناس أن أنغلاف زواروت وليبيا يتف في راحي لنزوارة باش أدياوي ورقاي أو نصوة من نودان لنزيغ ديدس باش أياوت أيصار سلواي ليبيا. ثاني ميرث مستان أحمدي السؤال الموالي، يعني المشكلة المطروح هو هل هذه الانتخابات الرئاسية التي سوف تقام في 24 دجنبر هل ستكون شرعية أم لا؟ هذا المشكل، خاصة وأن من المترشحين الجنرال حفتر
ابن الدكتاتور السابق سيف الإسلام القذافي هم مرشحين، وهذا يطرح مشكل عند الأمازيغ إذا فهمت من ما فهمته من أزمة ليبيا، أليس كذلك؟ ويفرق دينيض سيدي ناس قبيليث نيغاسي ماستان هشام أحمد إذا كان أغف لمقر حان إذا كان في الثلاثين كيران تسلوث أديلين السنة 24 دو جانفار أغف لنسنوس ماذيلي تشكون إلا وغف لكن جنرال حفتر كذا ميس القذافي سيف الإسلام تسكين غسول ما إمازيغن وغينا نشتكي راه ماشي حاجة إمازيغن وكذا سقسير إبغا سقسير هشام أحمدي أتنغوك ووال بعد طبيعي هذه الانتخابات التي ستحدث في 24 ديسمبر هي انتخابات صدرت عن قوانين صدرت من البرلمان الليبي بطريقة غير شرعية وطريقة غير قانونية. من أصدر قوانين الانتخابات هذه هو رئيس البرلمان صالح عقيلة، والذي هو تحت قبضة الجنرال حفتر. كما تعلمون أن المنطقة الشرقية في برقة هي تحت الحكم العسكري، والبرلمان موجود في منطقة الحكم العسكري، فقاموا بإصدار قوانين مفصلة على جنرال حفتر للدخول في الانتخابات. واليوم تم استبعاد من المفوضية العليا للانتخاب، تم استبعاد ابن القذافي الدكتاتور سيف الإسلام، وأبقوا على حفتر، لأن بعض الدول الداعمة لحفتر مثل فرنسا وإمارات ومصر قد فشلت في دخول إلى طرابلس وفرض الجنرال حفتر الحكم بقوة السلاح. قاموا بوضع بفرض انتخابات، وهذه الانتخابات هي انتخابات لن تأتي بنتيجة في ليبيا، وذلك لأنه تم هذه الانتخابات ستعود موجودين مرشحين في هذه الانتخابات أشخاص ارتكبوا جرائم حرب ضد الإنسانية، وإلى الآن المقابر الجماعية للليبيين في مدينة طرهونة بالمئات من المجازر والمقابر، وهؤلاء الأشخاص هم الآن مترشحين لهذه الانتخابات ومنهم الجنرال حفتر. أمريكا تسعى إلى الضغط بأن يكون الانتخاب يوم 24 ديسمبر، وهي من أجل وضع حكومة منتخبة، وذلك لإخراج من أجل مضايقة روسيا وإخراج روسيا من ليبيا. لا، لأمريكا تبحث على مصلحتها في الانتخابات من أجل وضع حكومة منتخبة لوضع حل لإنهاء روسيا في ليبيا، وكذلك من أجل إبرام العقود النفط والغاز بعد الحكومة المنتخبة. هذه الانتخابات في ليبيا لن تحل الأزمة في ليبيا، بل ستؤدي إلى تعقيد في ليبيا، وذلك لأن لو إن حفتر أصبح رئيس حسب الانتخابات هذه، فلن تقبل النتيجة في غرب ليبيا في إقليم طرابلس، وكذلك في إقليم الأمازيغ لن يقبلوا بسلطة حفتر حتى لو فاز في الانتخابات. كذلك لو فاز في الانتخابات مرشح عبد الحميد الدبيبة أو في الانتخابات لن يقبل في الشرق، ولذلك هذه الانتخابات لن تؤدي إلى استقرار ليبيا. والأمازيغ نحن رفضنا أي قوانين تسمح للعسكريين والجنرالات والدكتاتوريين العسكريين بدخول في هذه الانتخابات. هذه الانتخابات فرضت من أمريكا دون أن وليس على أسس ديمقراطية، بل بفرض واقع مشابه لانتخابات في مصر التي أتت بسيسي، وانتخابات التي حدثت أيضا حتى في الجزائر هي انتخابات وهمية ستأتي بدكتاتور جديد في ليبيا.
اي مزيغ نيت متنغي مزيغ لا لازم نركز ان الانتخابات يلي وتفندي سن كمون شكمن دي سن يرجازن ام حفتر جنرال حفتر يقو ينغو ودان دي 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 يقو يدمن دي ينغو ليبيين دوين تستفن يوتف إن باش أيصار السلوية في ليبيا تسد دعم سم مراوين مقرارين دي ليبيا إما زيغن ورفضن القوانين رفضن أن يكون حفتر حتى لو حتى أكون حفتر يرناء دي انتخابة دي صار السلوية نتشي إما زيغن نغش نقبل ان حفتر جنرال يكون اسلواي غفنا غنتشن للاقليم النغ نتشن لان حفتر وارجاز عروبي ارجاز ونغش نغش نقبل امازيغ دي طامور طنا تنمي ثم استنى احمدي اسقسيني دي تدون نبغى نزر ذا شو لافكين نار اوراكين اي تورا عبد الحميد دبيبا يروح نار زوار اي سوتو الصوات امازيغان ليبيا ماشا هذه قبل لكن هذه تسكي حفطرك ذا سيف الاسلام شكي وسنو في مغار امسكا اقبالي نار امازيغان سوف سي امازيغان ليبيا امسكي استقبلن وقبلن ونشتاكي دبيبا كي جو كي نقان فرانسيس ان دوبل جو السؤال الذي طرحته احمدي بودي ان اعرف ما هو اللاعب يعني الذي يلعبه دبيبا يذهب الى زواره لكي يتمنى اصوات الامازيغ ولكن يتقبل بالانتخابات ان فيها مترشحين وبما ان الجيش تقريبا تحت يد الجنرال حفتر هل هذا دليل على كيفاش نقولوا باللغه العربيه لا ترانسبارونس شفافيه الانتخابات وهذا هذا هو السؤال يعني لن تكون هناك انتخابات فيها شفافيه المنطقه التي تقع تحت سيطره الجنرال لن تكون فيها انتخابات شفافه او نزيهه أما المنطقة التي ولكن المحامي أحمدي إذا كما تكون فيها انتخابات شفافة ما هو خطة دبيبية لماذا تقبل بها؟ المنطقة الغربية في ليبيا وجميع القوى التي حاربت حفتر من ضمنهم الأمازيغ اللي حاربت حفتر في المنطقة لم تقبل بأن يكون حفتر رئيس لليبيا ويأتي إلى العاصمة في طرابلس لن يقبل هذا هو السؤال المحير للليبيين وللمجتمع الدولي لن يقبل حفتر رئيسا على ليبيا لأنه ارتكب جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية بالآلاف في ليبيا لن يقبل حفتر والأيام ما زالت من الممكن أن يتم استبعاده في الأيام المقبلة الأمور ما زالت غامضة في ليبيا والموعد 24 ديسمبر موعد غامض والوصول إليه مشكوك في الوصول إليه وفي حالة أن نحن وصلوا الليبيين إلى موعد 24 ديسمبر للانتخابات حتى لو حادت الانتخابات سيحدث هناك انقسام في ليبيا ممكن ليبيا أن تتعرض إلى انقسام إلى إقليمين أو دولتين لأن لن تقبل نتائج الانتخابات من الأطراف المتصارعة في ليبيا لن تقبل النتائج لذلك الوضع في ليبيا ولذلك أمين كوبيش رئيس البعثة الأممية في الأمم المتحدة في ليبيا قدم استقالته بشكل مفاجئ في 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 والوضع معقد جدا في هذه الايام يعني حفتر الدوي باش دوين حفتر في الصنادق ايوي يشكل يحكم ليبيا دي صار سلواي ليبيين ارت قبل اولو ليبيين
طرابلس اللي بين الغرب ليبيا تغربيت من قبل أدني أدني حكمت نشكم حفتر يعني ديس الاحتمال ديس ممكن الدياس ديس دياس أشنجو ده صار الحرب ده ممكن أتمزون ليبيا تزونون أتمزون في سن صار ليبيا تغربيت ليبيا تشرقيت واحد أتزونون في سن ما فهمته من قولك محامي أحمدي هو أن بعد 24 ديسمبر الأزمة تشتد انعقادا أو تكون الأزمة أكثر عقدا، ولكن أنت كعضو في المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا أو ما يقال بالقبائلية أو بالأمازيغية سقامون أونيغ لمازيغ ليبيا بالفرنسية لو كوميتي دي زامازيغ دو ليبي، أنتم يعني ترون أن لو حدث ذلك لو ذهبوا إلى الحد يعني إجراء هذه الانتخابات الرئاسية سوف يقوم انقسام في ليبيا، وربما هذه فرصة مناسبة لأمازيغ ليبيا لكي يقومون بدولتهم، أليس كذلك؟ مثل ما تدي ناس قبيليت مثلا ما تقبلينيك نرد بالليغ يكون هذا عديد فلاني نكنير التفغان سنة 24 دجنبر تزغن تكين تغال مقرث أوغير دا شكاية جن سيمسلينيك تشينير دينان لكن تغال فو عرطس أطس تزغن تدي السن دا شكاية راه تدي يقلون سفطون ليبيا ونتسينيغ ليبيا كنت نسنزيك تغال تفضار نفسيني حريشين هات هذا شكاية راه يفكن تغنيت إما زيغن وكنا تخدم من أول نكنسن لا دغاك تشينير ديون يعني عقالن نسقامو اونيك اني مزيغا ليبيا اتنغوك ووال تنميت انا بصفتي طبعا رئيس عضو المجلس الاعلى السابق حدثت انتخابات مؤخرا واتت دوره جديده هذا للتوضيح الوضع في بعد الانتخابات في 24 ديسمبر إذا جاءوا بحفتر مرة أخرى عن طريق الصندوق وهذا ممكن أن يحدث بسبب أن المناطق التي تحت سيطرته سيحدث فيها تزوير ولن تأتي النتيجة كذلك له بعض الأنصار النظام السابق أو الأنصار موجودين في طرابلس وممكن النتيجة أن تكون ليس لصالح الدبيبة أو لصالح المرشحين الآخرين. في هذه الحالة أنا أتوقع بأن لن يستطيع أن يحكم حفتر ليبيا عن طريق الانتخابات، هو لم يستطع حكمها بالسلاح سيحكمها عن طريق الانتخابات. بالنسبة لأمازيغ ليبيا نحن لا نعول على الأطراف المتصارعة في ليبيا، الأطراف العربية التي تتصارع الآن في ليبيا، نحن لنا إقليمنا، إقليم الأمازيغ ليبيا وعاصمته زوارة، هذا الإقليم سنحاول هذا الإقليم أن نفعل إقليم، نحن موجودين إقليم كأمر واقع في ليبيا، بالرغم عدم اعترافه بنا دستورياً، إلا أن نحن إقليم بسياسة الأمر الواقع وسنحتفظ بهذا الإقليم ونطالب بحماية دولية للأمازيغ في ليبيا وسندافع عن أنفسنا إذا تأسست ليبيا أو إذا أما إذا حدثت هناك انفراج للأزمة الليبية وانسحب حفتر من الانتخابات وأبعد حفتر على المشهد السياسي في ليبيا فإنه ممكن تعود ليبيا إلى حوار سياسي جديد والتعامل وحل جميع المشاكل ومنها الأزمة الدستورية بالنسبة لأمازيغ ليبيا في كما تعلمون أن الأمازيغ رفضوا الدستور في ليبيا ولا يوجد هناك الآن دستور في ليبيا فهي والرئيس القادم ليس له قاعدة دستورية تحدد صلاحياته وليس له هناك دستور
فالانتخابات هي قفزة في الهواء. هذا الرئيس الذي سينتخب ليس هناك دستور يحكمه، وليس هناك أي دستور في ليبيا إلى هذه اللحظة، وهم يعملون بقوانين قديمة منذ عهد الدكتاتور السابق وبعض وقليل والإعلان الدستوري المؤقت بعد الثورة 17 فبراير أو بعد 2011. فهناك أزمة قانونية حاليا في ليبيا وأزمة دستورية وأزمة، فالوضع معقد في ليبيا. نتشن إمازيغن ليبيا غرنا لقلي منا طمرطنا لقلي منا هو طمرطنا نكمشت نتشن نكني نتشن يعني يعني نحن تحت سيطرتنا يعني سدوا أنا نتشن غرنا غزلنا نضف إجمير إجمير أجارنا الجزائر إجمير أجار أجارنا دجار تونس سنحمينا لنغ سأي سلطة التاس السلواي للدياس ليبيا دكتاتور شنغشة نقبل دان طالب الحماية الدولية دان طالب سنورنغ وحدنا ديرون شن طورة نعلن في الإقليم إني مزيغن دي الاجتماع اللي صار دي فصاته في شهر 2 أيور 2 2021 غرنغ القليمنغ نزار يعني نتشن إمازيغن تتأثر سل التدخلات المروين المقرارين اللي تتفن دي ليبيا اللي تحاربنا تشنغن دول غسون شي مزيغن ليبيا أن تكون القليمن سن تكون دولة سن دي ليبيا. إذا كان هذا الأمر الواقع وما يسمى باللغة الفرنسية لو فات اكومبلي يحدث، وأنتم سوف تقول أن الإقليم أمازيغ اللي يوجد في الجهة الغربية من ليبيا سوف ربما يؤدي إلى استقلالية أمازيغ ليبيا ويقررون مسيرهم بالدولة، ولكن المشكل الكبير هو هذه الحماية الدولية كيف تجري. ونعرف أن الأمازيغ بصفة عامة وبالخصوص أمازيغ ليبيا هم يعني كأنهم يتامى في العالم. أنت ترى مانويل ماكرون عمل يعني اجتمع مع بعض رؤساء الدول التي تدور حول أزمة ليبيا منها الجزائر والمغرب وتونس والإمارات وإلى آخره، كل أطراف يعني موجودة، ولكن إلى الأمازيغ، الأمازيغ ولو مرة واحدة استدعوا لكي يرون أزمة ليبيا، كانت في اجتماعات ماكرون بفرنسا أو اجتماعات أمم المتحدة، كيف تفسرون ذلك هشام أحمدي؟ الأمازيغ في وضع الأمازيغ في ليبيا يتم التعامل معه في الملف الأمازيغي في ليبيا يتم التعامل معه بشكل حذر من الدول باعتبار أن الأمازيغ في ليبيا أو القضية الأمازيغية في ليبيا هي ليس قضية موجودة في ليبيا فقط، هم يعلمون جيدا أن الأمازيغ موجودين في شمال أفريقيا وجميع الدول اتفقت حتى الدول الداعمة لحفتر والدول التي ضد حفتر اتفقوا على ألا يدعموا الأمازيغ في ليبيا، وذلك هناك تدخلات من الحكومة الجزائرية في هذا الموضوع وتدخلات من مصر وتدخلات من فرنسا، متفقين جميع هذه الدول متفقة على عدم دعم الأمازيغ في ليبيا مثل ما يحدث، يتعاملون مع الملف الأمازيغي في ليبيا مثل ما يتم التعامل مع الأكراد في سوريا في إقليم رجبة، نفس التعامل نفس يستبعدون دائما الأمازيغ في الحوارات الدولية، حتى الحوار الأخير في ليبيا
أخذوا ممثلين من الأمازيغ ولكن لا يمثلون الإقليم الأمازيغي، مثل ما حدث في الأكراد في سوريا بالضبط. أتوا 4 مرشحين من الأمازيغ، أتوا بهم من هم البعثة اختارتهم البعثة الأممية ولم يختاروهم الأمازيغ. وكذلك في كردستان نفس في إقليم أكراد سوريا في رجافة، الحوارات التي تدورها روسيا وتركيا وأمريكا في سوريا لم يكن هناك أي ممثلين إقليم رجافة، وأتوا بأكراد يمثلون المعارضة السورية ويمثلون بشار الأسد الدكتاتور بشار الأسد، وبالرغم أنهم محسوبين على الأكراد نفس الطريقة ونفس السياسة التي يتم التعامل، هم البعثة الأممية والدول متفقين على ألا يكون للأمازيغ تمثيل خاص بهم في أي حوارات دولية، يأتون بأشخاص أمازيغ ولكن ليس بصفتهم ممثلين عن الأمازيغ. التمثيل العرقي للأمازيغ رفضته البعثة الأممية ورفضته الدول الداعمة لليبيا أو الدول المتدخلة في الشأن الليبي، وذلك لأن كل سياسات هذه الدول ضد أن تكون للأمازيغ إقليم أو أن تكون لهم دولة أو أن يتحرروا من هيمنة، ومصالح هذه الدول مع الحكومات وليس مصلحتهما مع الشعوب التي تريد أن تتحرر، هم مصلحتهم مع السلطات الحاكمة. هكذا تتعامل الدول حسب المصالح كل الدول. نحن تحت مراقبة الحكومة الجزائرية، دائما تركز عملها الاستخباراتي على الأمازيغ ليبيا وتعرقل أي نشاط في أمازيغ ليبيا بطريقة عن الضغط عن الدول الأخرى بعدم تقديم حتى الدعم العسكري إلى الأمازيغ في ليبيا. هناك محاصرة أو حصار للأمازيغ الليبي للأمازيغ في ليبيا من جميع الدول المجاورة وكذلك الدول الغربية، ولكن هذا لن يؤثر، ونحن الأمازيغ في ليبيا مستمرون في الوصول إلى أهدافنا، ولأن حقنا حق شرعي وقضيتنا قضية عادلة ولن نتأخر، وأعطينا فيها شهداء دماء سالت من الأمازيغ منذ 2011 إلى الآن منذ الدورة. هنا لنا قتلى وشهداء كثيرين ولن نخذل هؤلاء الشهداء وهذه الدماء التي سيلت على أرضنا وفي في 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 ليبيا. إمازيغنا يتمتنغ إمازيغ ليبيا دوليا مروين اللي غردي سنة مروين الجزائر وفرنسا إمارات كل مروين حتى أمريكا دعم إمازيغ دعم بسيط دروس دعم إنساني دروس دعم معنوي دروس والدعم إنشدين مروين أكل تفقون إن إمازيغ ليبيا لازم تسودن نقطة غفص الدعم نزل نقطة غفص أي تحرك دلان لأن إمازيغ ليبيا مسألة القضية تنسى القضية تنو مضال القضية تنوكل إمازيغ إمازيغ دي شمال أفريقيا، فممك التعامل دي الأكراد دي سوريا نفس ممك نيتن التعامل دي نغلقش دي إمازيغ دي ليبيا نفس اتفاق نفس دوليا دي سلس دي وجيه المعايير البعثة تنحاز وتود شديد نغنتشن تود داش نقول انني اعراب تود شديد نغنتشن لان ديس قروي العربين والغسونج هذه مزيغ ليبيا ادرنان دي مزيغ ادوين يزرف ننسن يزرف ننسن وهل لي لا دي مزيغ ليبيا تنمث مستان احمد وتسوق الغاس سيني يزرين قبيليت غسول ما هذا لنقيتي فمن كان أبو نويتي في ديسوان انتيكيوسا فيش سنير أمستان أحمد هشام ذاكن مسايد ذاكن ميلا تفرانين و أذيلينت دانا ديوين تزان تمقرث أنا يجنهاث إمازيغن ليبيا ذاكن تموث واحد سن إنك بلي غس أنسوثر ذي
la communauté internationale na ditmoa tigar lanin wakni arfken la mukal himaya staraf na la protection ni rasem kati li la protection yakin al himaya yakin mayla nzra da ken maziran twahqan zadi machi twahqan yak yak utsana rahmib lawali dok mazal yak mgali maziran la shakien disfham yak mslaynis ما استعرف ما استثلاث نفوسيت في إدي مسلاي مسلاي ديناك بلي شو دينا كي نستقبل ذاك النا إنك ذاك نتضغي نعم ميكورديين ميكورديين ثوارث سنضغان تسيوت ثوارث كذي مزيغان مشاعر يومن بلي حاشا نكون كان نزمان أنفرو تمثال جيرانا سينا كان أحمدي تزغيض بلي وين يروحن ثمليتي ديلان تاكاري كيك ايمانويل ماكرون سي الجزائر ذوي ذا قبايلي ذا نغلاف تموا برا رمضان العمار مغا ويزكار يهضر في مسا تاكي ليبيا ماشا غاس ولا ماذا مازيغ ذا قبايلي اورجين دي سيرس دي طافلا المشاورات ثم ستكين لمزيغا ليبيا تزغيضا شاكين انت في علمك ان الممثل رئيس الغير الشرعي تبون عبد المجيد لمفاوضات في فرنسا حول أزمة ليبيا هو قبائلي يعني رمضان لامبرا وزير شؤون خارجية وهو الذي كذلك ذهب إلى مفاوضات عديدة حول أزمة ليبيا ولكن عمره ما طرح مشكل أمازيغ ليبيا هل في علمك بهذه النقطة أم لا؟ الجزائر بالنسبة للجزائر أو الحكومة الجزائرية في تعاملها مع الأمازيغ في ليبيا هي يعتبر الأمازيغ في ليبيا أمن قومي للحكومة الجزائرية. دائما منذ 2011 الحكومة الجزائرية تتعامل مع ليبيا من ناحية أمنها من ناحية الأمازيغ في ليبيا، هي لأن هي على علم الحكومة الجزائرية على علم تام وفق استخباراتها إن الحدود الجزائرية مع المناطق الأمازيغ، لأن جميع الحدود الجزائرية مع ليبيا هي تحت سيطرة الأمازيغ، من الطوارق إلى أمازيغ ليبيا، أمازيغ الجنوب إلى أمازيغ الشمال، وجميع الحدود مع تونس كلها تحت سيطرة الأمازيغ، وهم يعلمون جيدا أن ملف الإرهاب أو ملف الدواعش، أن المناطق الأمازيغ لا يوجد فيها دواعش ولا يوجد فيها إرهاب، وهم مطمئنين من هذا الجانب باعتبار أن الأمازيغ هم سد، لأن الأمازيغ المناطق الأمازيغ لمدة 10 سنوات لم تخترقها داعش ولم تستطع داعش أو القاعدة بدخول لأراضينا، فلأن الأمازيغ هم من يؤمنون عسكريا وأمنيا، هم من يؤمنون هذه الحدود وهذه الأراضي بالكامل، فهم على يعلمون جيدا من مطمئنين الحكومة، ولكن هم لا يريدون في نفس الوقت ازدواجية، لا يريدون للأمازيغ أن يتسلحوا أكثر بالسلاح وأن يأتي لهم دعم سلاح متطور جديد، خوفا من الحركات من أمنها، خوفا من تأثير الأمازيغ في ليبيا على أمازيغ الجزائر بأن يطالبوا حقوقهم، وخوفا من دعم مثلا دعم الأمازيغ في ليبيا لأمازيغ في الجزائر أو العكس، التعامل الأمازيغ الجزائر مع الأمازيغ ليبيا. فكانت دائما شروط الحكومة الجزائرية حتى مع الدول التي حاولت أن تدعمنا، كانت شروط الحكومة الجزائرية هو التعامل، شرطها دائما حتى تعاملها مع قطر وتعاملها مع تركيا وتعاملها مع الدول الداعمة أو الدول التي ضد حفتر، وهم يعلمون جيدا أن الأمازيغ هم ضد حفتر، اشترطت الحكومة الجزائرية بألا يقدم أي دعم عسكري لأمازيغ ليبيا، بالرغم أن حفتر والداعش والقاعدة على قرب من الأراضي الأمازيغية، والخطر داهم للمنطقة، مع ذلك رفضت أن يقدم الدعم الحكومة الجزائرية لأمازيغ ليبيا. وليكن العلم في 2019
سيطر حفتر على 90% من الأراضي الليبية، وأصبحت الأراضي الليبية الوحيدة التي خارج سيطرة حفتر هي نصف العاصمة طرابلس، نصها ومصراتة ومناطق الأمازيغ، إقليم أدرار نفوسة، إقليم جبل نفوسة، وإقليم زوارة وطرابلس ومصراتة. هذه الثلاثة الأقاليم هم الوحيدين خارج سيطرة حفتر عند توغله ومحاولة دخوله للمنطقة العربية. في هذا حاولت في تلك الفترة حاولت الدول الداعمة أو الدول الداعمة لحكومة الوفاق بأن تدعم الأمازيغ في ليبيا. تدخلت الجزائر ورفضت أن لا يكون هناك أي دعم للأمازيغيين، بالرغم أن حفتر على أبواب على حدود قريب على حدود الجزائر. هم في سياستهم، ومن الأسباب التي جعلت الحكومة الجزائرية موقفها غير موقف ضد، لم تكن موقفها ضد حفتر موقف جدي، ولم تكن موقفها ضد مصر موقف جدي، وذلك لعلم لأنها تعلم جيدا أن حفتر عندما يوصل للحكم ويسيطر على طرابلس سيقضي على الأمازيغ وسيسيطر على الأمازيغ، وهذا ما تريد الحكومة الجزائرية. شعارات الحكومة الجزائرية في الجزائر بأن هي ضد مصر وأن هي ضد حفتر كلها شعارات كاذبة، هي مع حفتر ومع الإمارات ومع مصر، لأن همها هو أن هذا القضاء على الأمازيغ في ليبيا. هذا ليكون عندكم علم، هذا في 2019 في تلك الفترة، فترة محاولة دخول حفتر، لأن هي مطمئنة لحفتر بأنه سيقضي على الأمازيغ. أما تلك المناوشات بين حفتر وتبون كلها أكاذيب سياسية، كلها دعاية إعلامية فقط. شكرا السخلة تنميرتي كتسطس، شكرا لهذه التوضيحات المهمة للقبائل والجزائريين بصفة عامة. عليهم أشدقار مستان أحمد هشام دانيس وهمن كي قار باللي غسو لما إما زيران ليبيا ذنثني إك حكم لك في لسان إك لان أكد الزاير أكد تونس دع شاكير في تمسلاي هذا بوغات زيريس بحثة مديث في التيروريزم اللي طري سيكوريزي دي ثمانية مشى الزاير وفغيرة هذه خدمك دي مزيران ليبيا. أشكو ما إلا نخدمك دي مزيران ليبيا ذا نشتكي غاي جنا هذا أسكان الزاير هذا أسكان تمزغة سومتا هذه في الدل إنك هشام أحمدي ذاكن غاسو لما الزاير الثريمانيس مجال حفطر مجال مصر مجال الإمارات اما نادر غوليس ناغاس كيني دو فاسون ايبوكريت الزفير تفغا بارتساف هذي يربح حفطر يوكني هذي النور هذيك سي مازيغون اكني ذي هني اتهني سي تالو فاكين اي مازيغون باش تزغ موكي سي تان مونجو ثورا غاس كسير انا نقاو وكي هشام احمدي ذا شو يتسراجو سكسرثيا اقبيليا اي مازيغون سوماثا لدغا اقبيليا اسكسينير هشام احمدي. السؤال هذا الاخير، ماذا تنتظرون من الطبقه السياسيه القبائليه بما في ذلك مثلا فرحات مهني اللي هو رئيس حزب او حركه من اجل تقرير المصير القبائل، وحتى الاحزاب في الساحه الجزائريه مثل ار سي دي تجمع من اجل الثقافه والديمقراطيه، والاف اف اس حزب جبهه القوى الاشتراكيه، وحتى من الرجال السياسيين المحنكين الذين سبقوا الذين عملوا في الساحة السياسية الجزائرية مثل دكتور سعيد سعدي، ما تنتظرون منهم وبصفة عامة حتى على صعيد تمزغة في المغرب وتونس وإلى آخره؟ هذا هو السؤال. نحن ننتظر من جميع هذه القوى الدعم الأمازيغ في ليبيا، على الأقل دعم الأمازيغ دوليا، دعم الأمازيغ من في المحافل الدولية، أو دعم المعنوي للأمازيغ في ليبيا،
خاصة إن الذي ذكرته من المناضلين والذي ممكن أن يكون خارج حتى الجزائر يعني فيها أن يقاوموا أن يحاولوا بوضع بضغط دوليا على المؤسسات الدولية في العالم بدعم الأمازيغ في ليبيا لأن الأمازيغ في ليبيا قضية الأمازيغ في ليبيا هي ليس قضية ليبيا أمازيغ ليبيا هي قضية الجزائر وقضية المغرب وقضية شمال أفريقيا بالكامل القضية إن لازم يجب أن يقتنع نحن تحدثنا للاتحاد الأوروبي في سنة 2016 كلمة بالأمازيغية في بروكسل ممثل المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا رئيس المجلس لمحاولة إقناع البرلمان الأوروبي بدعوة طبعاً هي جاءت بدعوة من البرلمان الأوروبي إلى رئيس المجلس الأعلى لأمازيغ ليبيا بإقناع الأطراف الأوروبية في البرلمان بدعم الشعوب الأصلية في شمال أفريقيا وعدم ويجب أن تغيير الوضع السياسي في شمال أفريقيا بأن مصلحة الأوروبيين ومصلحة الأمريكيين هي مع الأمازيغ وليس ومع السكان الأصليين لشمال أفريقيا وليس مع العروبيين وعلى الفكر العروبي المتخلف في شمال أفريقيا هذه الدول هي دول أمازيغية وليس دول عربية ولذلك نحن تربطنا علاقة بين جميع هذه الدول علاقة تاريخية علاقة كما تعلمون ربي يرحم شهيدنا شعبان ماس شعبان الذي استشهد وقاتل قوات الجنرال جويلي الذي حاول بالهجوم على اقليم الامازيغ في العاصمه الامازيغ وكان من ضمن المدافعين سيد شعبان المناضل الله من ضمن المناضلين الذي قدم دماء القبائل سالت في اقليم الامازيغ في ليبيا دماء القبائل سالت على ارض الامازيغ ليبيا هي ارض واحده لذلك تنمير تنوي مزيغ من مزيغ نغكول مزيغ قبائل أجمد نغصنش مزيغ القبائل بالذات الجزائر مورا مقرية مورا ديس نضال أبزروين اسم قر مزيغ الجزائر نتني مزيغ اللي حر دوين تللي الجزائر تقدود لمزيغ الجزائر دي مزرعين نصن وشون فكوني دمن أفطامر تنصن غش أن نج يدمن دراحون غفنا دقورون سيها يعني شن نغص مزيغ أكل لازمة القضية مزيغ دي ليبيا لازمة صار دولية مضال لازمة صار قضية تني مضال أكل لازم أنو ندي بعض ما بعض أكل التنمير تنون أكل التنمير تني أجمع رشيد دقما مسين فركة يسامى بوسان اللي فاتوا يسدين بين زوارة يسدين درام بوسا التنمير في المجهود اللي تقديس بس مسينا في مزيغ ليبيا المجهود اللي تقديس شك مس بك مس رشيد تنمير غفون تنمير خدمان وند خدم ديس تنمير فيك مستان أحمد هشام تسمى ثياتك نظن نردك ذا عقال نسقام أونيك نمازيغ ليبيا ماشي كثير دينا إلا وقبل ماشي ثورة أشكو لك الفرانين يفدل لسقام وكير يبو ذا عقال نظن هشام أحمد دي قيم كان ذا مستان وماشا يخدم كثير مرن غاس يخدم السيرتيت يتبع نثكي كي ضغون سيسميس دان قزر بوزرف مازال نوغا الغورس غادي يفتس الله نظن افين كواد يضغون يسيا غار ارزات يسيا انا ملي دوز ما هو النظن ذي سنتان نظن ودينا قيمات ذي ثالويث